تشهد إمارة الشارقة فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار مستقبلك على بعد كتاب بمشاركة 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية. ويسخر المهرجان هذا العام بالعديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الصغار والكبار على حد سواء، بما ينسجم مع الإنجازات التي حققها المهرجان الأعوام الماضية، حتى بات اليوم واحدا من أهم المحافل الثقافية المعنية بأدب الطفل في العالم العربي. المزيد مع الزميل عبد الله الزعبي. صباح الخير يا عبد الله. صباح الخير عبد الله. يعني خبرنا شوي عن هالأجواء الحلوة يلي اليوم يعني أكيد عم نحتفل باليوم العالمي للكتاب والقراءة، عم نشوف يعني خلفك معرض كبير ومهم. رح ننتقل لك هلأ إذا عبد الله بالصوت والصورة، تفضل. نعم، صباح الخير روان، وصباح الخير كارلوس، وصباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني هذا المهرجان، مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للكتاب والقراءة. هذا المهرجان يأتي بالعديد أو بالألاف من الفعاليات، هناك حوالي 2600 فعالية ستقام من خلال أيام هذا المهرجان. هناك حوالي 200 أكثر من 280 ضيف سيقيمون هذه الفعاليات التي يشهدها هذا المهرجان طيلة أيامه. كما تتابعون خلفي هناك أيضا مشاركات أو زوار من المدارس المتواجدة هنا في الإمارات للاطلاع على الفعاليات وأيضا المشاركة بهذه الفعاليات المتواجدة في هذا المهرجان. معنا الآن للحديث أكثر عن هذا المهرجان السيدة خولة المجاني، المنسقة العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، للحديث أكثر عن فعاليات هذا المهرجان وأيضا عن ما يتضمنه هذا المهرجان. سيدة خولة، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. أهلا وسهلا فيك معنا في قناة الغد. في البداية نتكلم عن هذا مهرجان القراءة أو الشارقة القرائي للطفل، أبرز الفعاليات التي تقام من خلال هذا المهرجان. طبعا في الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل نستضيف أكثر من 300 ضيف يشاركون في جميع برامجه، سواء كانت برامج ثقافية أو ورش للأطفال أو في فعاليات ركن الطهي أو مقهى التواصل الاجتماعي. طبعا الفعاليات اللي موجودة في هذه السنة في من ضمن برنامج مهرجان الشارقة القرائي للطفل هي فعاليات متنوعة تغطي جميع اهتمامات الطفل، سواء كانت متعلقة بالرياضة، متعلقة بالموسيقى، متعلقة بالفن أو حتى بالتصميم. الهدف من تنوع هذه الفعاليات كان لبناء وإعداد جيل ممكن أنه يقدر يتعامل مع المستقبل بشكل أفضل. طب نتكلم عن المحتوى اللي ضمنتها الكتب المشاركة في هذا المهرجان لهذا العام. نعم، جميع الكتب المعروضة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في هذه السنة هي كتب متخصصة في المتخصصة للأطفال واليافعين. الكتب عبارة عن روايات، عبارة عن قصص، عبارة عن كتب تعليمية، وبالإضافة لذلك كتب متخصصة في بناء الشخصية. هل هناك فعاليات يتم التركيز عليها مثلا، يتم التركيز من خلالها على الطفل وايضا استخدام مهاراته في من خلال هذه؟ نعم، هناك العديد من الفعاليات التي يتم التركيز فيها على الطفل. هناك ورش تعليميه للكتابه الابداعيه، هناك ورش تعليميه في المسرح تعلم الطفل أو تدربه على لغة الجسد، كيف ممكن أنه يستخدم لغة الجسد في المسرح. بالإضافة إلى ذلك هناك ورش متخصصة في الذكاء الاصطناعي وورش متخصصة في الرسم. ركزت على الذكاء والابتكار في هذا المهرجان، ما هي أبرز ورش العمل التي تركز على هذا الموضوع؟ هناك ورشة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تم إعدادها مع شركة فان روبوتكس، وهي شركة متخصصة في ورش الأعمال للذكاء الاصطناعي. طبعا هناك ورش تتعلق بالهندسة، بناء أو صناعة الروبوتات أو الإنسان الآلي. هناك ورش متخصصة في بناء الابليكيشنز أو
الابلكيشنز نعم التطبيقات. ف نعم انا بلاحظ انه يعني هناك زوار من المدارس الحكوميه المتواجده او حتى الخاصه المتواجده في الشارقة، كيف بيتم التواصل معهم لحتى يتم استقطاب الزوار من الاطفال او الطلاب المدارس؟ في مرحله الاعداد او التخطيط للمهرجان نفسه يكون في تواصل مباشر مع وزاره التربيه والتعليم لتنسيق الزيارات للمدارس سواء الخاصه والحكوميه. هل هناك مشاركات من المدارس تكون من خلال هذا المهرجان؟ هناك جوائز مخصصه للمدارس في مهرجان شرق القرية للطفل. استحدثنا ما يقارب 4 جوائز تشرك الطفل او تدخل الطالب في عمليه قراءه الشعر النبطي، كتابه التقارير الاعلاميه، الابتكار والطهي. طيب هناك ايضا يقام من خلال هذا المهرجان الرسم او رسوم لرسوم الكتب. نعم نتكلم عن هذا المعرض. نعم في الدوره 7 لمعرض الشارقه لرسوم كتب الطفل شارك معنا ما يقارب 360 رسام من جميع دول العالم. تم اختيار 140 فنان دخلوا معنا المعرض. طبعا هاي الدوره تعتبر الدوره لاول مره يشارك معنا فيها 20 رسام اماراتي. اخترنا منهم ما يقارب 12 رسام اماراتي دخلوا معنا المعرض هاي السنه. هذا المعرض نتكلم عن أوقاته، نتكلم عن أيضا تاريخ انعقاده ومتى سينتهي؟ طبعا مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدأ في 18 من أبريل ل 28 من أبريل، ينتهي في تاريخ 28. الأوقات في أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى 8 مساء، أما في العطل الأسبوعية يمتد حتى الساعة 10 مساء. سيدة خولة شكرا لك على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات التي أتحفتنا فيها عن المهرجان، شكرا لك. إذا كانت هذه أبرز المعلومات التي يمكن أن نطرحها عن مهرجان الشارقة القرائي للطفل. هناك العديد من الفعاليات وأيضا هناك العديد أو الكثير من الزوار القادمين للمشاركة في هذا المهرجان. عبد الله لكم الكلمة زملائي. عبد الله يعني احنا شايفين الفعاليات من وراك وحتى شفنا كمان في صالة الأمهات، في كمان عندك ماي جيم. لو تشاركنا أكثر بهي الفعاليات الموجودة، أنا شفت الأطفال كثير مستمتعين فيها، ففيك إن احنا ناخذ يعني طفل أو طفلة من عندك حتى يخبرونا قد ايه هم مبسوطين بهيك مهرجان. طبعا هناك العديد من الأطفال، ممكن ناخذ مجموعة من الأطفال للمشاركة أو الحديث عن هذه الفعاليات اللي تفاعلوا معها اليوم. مرحبا. مرحبا. نتعرف باسمك؟ شذا عبد الله. شذا، احنا اليوم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، نتكلم عن الفعاليات اللي شفتيها هون ورش العمل وأيضا الأشياء اللي شاركتي فيها من خلال المهرجان. يعني نحن لفينا سلينا كثير ولعبنا ولسه ناويين كمان نلف ونشتري اشياء. طب بعيدا عن اللعب، هل شاركتي في ورش عمل؟ اقصد الموجوده الاستاندات الموجوده في داخل. شاركنا الذكاء الاصطناعي. لا ذكاء، احنا خلنا آلة المستقبل. شو عملتوا في آلة المستقبل؟ احنا شفنا الروبوتات القديمه وشفنا يعني من متى لمتى كانوا تصنيع الروبوتات وشفنا جسم من جوا تبع الروبوت. شكرا شذا. نتعرف باسمك؟ أسيل سامي. أسيل. أسيل، شو عملت اليوم في دخلنا على آلة المستقبل وتعرفنا على الروبوتات قديما وحديثا، ايش حيعملوا بالمستقبل؟ اللي هم حيأدوا مهام الطب، التعليم، بالبيت، خارج المنزل، وقعدنا نسوي نشاطات يعني متاهة نلعب. طيب شو رأيك بالمعرض؟ يعني شو ممكن يقدم لك من فائدة أنت كطالبة ومشاركة بمهرجان الشارقة القرائي للطفل؟ ما بعرف. طيب انت كم كتاب بتقراي بالسنه؟ انا بحب الروايات فانا بقرا كثير يعني عندي مكتبه. شو ابرز الكتب اللي قراتيها؟ بحب اغاثا كريستي و في نسيت اسمه اغاثا كريستي اكثر واحده بحبها. طيب شذا شكرا لك. حد حاب يشارك؟ اسيل. طيب كمان طالبة، يبدو أنه طلاب كثير هنا المشاركين زي ما خبرتكم، لكن كمان طالبة نتعرف. سارة أحمد. سارة،
احكينا عن النشاطات اللي شاركتي فيها في المهرجان. رحت عملت اشياء كثيره فما قادره اتذكرها. طيب شو ورش العمل اللي شاركتي فيها هون؟ التصميم. بعدين طلعت هذا بتاعت هاي الاغاني مو متذكر اسمها. شكرا لك. اذا يعني مجموعه من الطلاب ببراءتهم عبروا عن ما شاركوا خلال هذا المهرجان. عبد الله يعني حمستنا انه نرجع على المدرسه. شفنا اكيد هالمعرض الحلو معك، واكيد هلا بالاخر يعني لما سالت الصبايا عن الاجواء حمستنا اكثر واكثر، ومبين هن الحماس على وجوههم كمان. فنحن بقى نتشكرك عبد الله، وان شاء الله بنلتقي بنشاطات جديده. شكرا كثير عبد الله. شكرا.